صالح. شو الشغلة؟ ومكتمل النضوج بتكون تمر قابل للتصوير جيد، بس لكن مش مكتمل النضوج حاجة. زي ليك بجد عيني فلير ديرو اطلع فوق. ها يلا بس خليك بعد تطلع عشان هنا لايلك ابنا سدك الشباب. قطاع النخيل واعد في سنة 89 ما كانش عندنا إنتاج، كل كان عندنا بس 200 طن بلدي، يعني لا يصلح إلا للعجوة.